في السليمانية نظم المئات من أبناء مدينة الفلوجة النازحين في المحافظة وقفة احتجاجية للمطالبة بفك الحصار عن أهلها المحاصرين. وبحسب ناشط فإن الوقفة نظمت في منطقة سدوكان شمال غرب السليمانية، موضحا أن المحتجين انتقدوا الحكومة المركزية والمسؤولين المحليين بسبب سكوتهم تجاه ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان ومجاعة تمثل كارثة إنسانية بحق أهل الفلوجة المحاصرين. ماكو احد يطالب بحق اهالي الفلوجه، واهالي الفلوجه ماتوا، وخلي العالم تعاوننا وتشوف الحكومه مالتنا ملتهيه بالبوق والسلب والنهب وعايفه المناطق المنكوبه. هاي فلوجه منطقه منكوبه، وعوائلها يوميه تروح من الاطفال ومن النساء ومن الشياب. ليش هذا التعامل ويا الفلوجه؟ الفلوجه تقتل جوعا. على الحكومة أن تفتح ممرات آمنة لأبناء الفلوجة، يجب أن تفتح لها ممرات آمنة لخروج العوائل. إن لم تستطع الخروج يجب إرسال لهم مواد غذائية وطبية عبر الطائرات، عبر ممرات آمنة. ليش هذا الحصار على الفلوجة؟ ما وراءها القصد هذا؟ نحن نوصل رسالة للعالم بأن وضعنا تعبان وأمورنا تعبانة، ورجعونا لبيوتنا وخلف الله عليكم. أطالب حكومتنا العراقية تفك الحصار عند الفلوجة، وإحنا مهجرين اليوم من 3 سنين، رجعونا لديارنا، ما أريد من عندهم كل شيء. مدارس والفلوجة محصورة اليوم لها سنتين، قتلهم الجوع يا الدول يا الحكومة. الله أكبر، ناشد الحكومة العراقية وناشد الدول تفك الحصار عند الفلوجة. العوائل ماتت، العوائل الشيوخ وماتت الأطفال والنساء، علاج ما ينطونه، ماكل ما ينطونه.